في موضوع الفيلر في الجزء. خلي بالكم ان التوكس بتاع المعارضه متعلق كتير قوي ببعض النساء. فلو سمحت هتحاول تفهم معايا الوجود ده بوضوح. هسألك لو في أي مشاكل تسألني إن الفرق اللي بعد كده مبني على حاجات كتيرة في الجزء ده. طيب بصوا بقى أنا هحط لك بس حاجتين قلتهم المرة اللي فاتت وهكمل بقى الفيزيكاليين بتاع الكلام اللي معانا ده اللي مهم جدا تحسه وتفهمه لما بقول لك كي ليكشر بالنسبة لك محاضرة أساسية هتستخدمها كتير جدا جدا. بصوا الريفيجن اللي لقيته معاك قلت تنبهك ان اما بتتحط في بوتنشال بطاريه او فولت طبعا انت عامل لك الكتريكال فورس. الكتريكال فورس دي بتديلك انرجي كينيتيك انرجي وصلت معاك ان الكينيتيك انرجي انت هتستخدم ده كلام كان موجود في المحاضره عباره عن قيمه التشارج بتاعتك في فرق البول. انت كنت متعود دايما انك تستخدم الجول ففهمتك ان الجول وحده ضخمه جدا. ليه؟ ان الجول اساسا هي الانرجي اللي هياخدها 1 كولوم لو اتحط في فرق جهد قدره كام؟ 1 فولت. اما طول ما احط 1 كولوم، 1 كولوم دي كميه مهوله من الالكترون مش دي الكيس اللي احنا هنستخدمها، احنا بنتكلم على سنجل الكترون او فيو نمبر اوف الكترون، فالوحده ده هي غير ملائمه. فدايما بنستخدم ما يسمى بالالكترون فولت. الالكترون فولت هي عباره عن لو انت حطيت شحنة واحد الكترون في فرق ايه؟ فولت. يعني الالكترون فولت هي كينيتيك انرجي اللي هيكتسبها مش واحد فولت ما هيكتسبها كام؟ 1 الكترون لو اتحط في فرق فولت بقى 1 فولت وفي الحاله دي بتبقى 1 الكترون فولت هي 1.10^13 من ايجو. لاحظ هنا المفروض احدد المسائل المهمه جدا. اي مساله هتتحط لك وتلاقي الوحده بتاعتها بالالكترون فولت اعرف على طول ان دي الكينيتيك انرجي. طب قول لي لو عاوز تقول لي ان دي التوتال انرجي لازم اقول لك في راس المساله ان دي التوتال ايه؟ انرجي. قاعده عامه اي مساله في المودرن فيزكس هتلاقي الوحده بتاعتها مكتوبه بالالكترون فولت او بالمليون الكترون فولت. المهم ان اليونتس هي الالكترون ايه؟ فولت. انا هتعامل معاها افهم على طول ان دي الكينيتيك انرجي الا لو المساله نصت على فيزكس. عشان كتير جدا يبقى ده سؤال انت مديني دي التوتال انرجي ولا الكينيتيك انرجي؟ لو مديها لك من غير تعريف اديتك اي انرجي من الالكترون فولت اعرف انها على طول هي الكينيتيك ايه؟ انرجي. لو عايز ان انا التوتال انرجي لازم اقول لك في المساله ان هي التوتال. طيب بعد كده اتعرضنا لحته صغيره جدا في اليونيفورم سيركولار موشن والنهارده هنستخدمها. في اليونيفورم سيركولار موشن اتفقنا ان الاوميجا اللي عندك بتبقى ثابته عشان ده في معنى من كلمه بيريودك تايم. انا كده لو بتضيف حاجه مش يونيفورم كل مره بتبقى في زمن مختلف. فاتفقنا ان البيريودك تايم ملوش معنى فعلا في الحسابات الا لو الاوميجا دي عندك مقدار ثابت وهي دي كانت تسمى باليونيفورم سيركلر موشن. وفي حاله الماجنتيك فيلد اتفقنا انك انت عندك طبعا الاوميجا اللي موجوده عندك هي دي على بعض. الكلام ده كان اتكلمنا المره اللي فاتت. لو انت عامل بقى سيركلر موشن بس نتيجه مرور الكترون في الماجنتيك فيلد فما تنساش الالكترون دايما بيلف في سيركل. التانجنت كروس بتاعك دايما السيركل ده بيبقى مقدار ثابت احنا اتكلمنا على الكلام ده. والفورس الماجنتيك فورس دايما بتبقى في اتجاه السنتر عشان كده كتبناها ان ام بي سكوير على ار يساوي كيو في بي في بي. دي الناس في السنتريكال اكسلريشن موجوده عندك بتساوي الفورس. لو انت طيرت هنا ال في سكوير مع البي هيبقى عندك في على ار هي كيو بي على ام. طب انت عارف ان البريود تايم هو 2 باي على اوميجا ودلوقتي انت عارف ان في على ار فممكن بسهوله جدا ان البريود تايم بتاعك هو 2 باي ام على كيو في. لكن ده معانا نظبط في الحته دي انها مهمه جدا واحنا هنستخدمها النهارده. واضح طبعا ان البريود تايم ده لو انا جبت لك مساله قلت لك يونيفورم ماجنتيك فيلد. يونيفورم ماجنتيك فيلد معنى ايه؟ ان دي بتاعتك ده ايه؟ ثابت. طبعا الالكترون بتاعتك دي ماس ام التشارج ثابته فمعنى كده ان المفروض ان دي بتاعتك ده مقدار ايه؟ ثابت. اوكي الحته دي بس
عاوزة تقول لينا مهم جدا. افرض انك انت عندك ماجنتيك فيلد كده موجود ودخلت تو بار خلي بالك من فوق، واحدة ليها سرعة بي 1 واحدة ليها سرعة بي 2. ركزوا في حضوركم ان ده الكونسبت اللي مبني عليه السايكل الكروس. دلوقتي انت عندك هنا داخل بسرعة بي 1 وبي 2، هنفترض ان بي 1 سي اصغر من بي 2. اوكي؟ طيب هل الاثنين دول لو دخلوا في ماجنتيك فيه هيلف السيركلر موشن ولا لا؟ طيب هل البريد التايم بتاعهم واحد ولا اه واحد؟ ليه؟ بص هنا البريد التايم لا بيعتمد على البي ولا على الار، هما بيعتمد على الام والبي والبي. اذا كانوا ثوابت فمعنى كده ان هما هيلفوا في نفس البريد التايم. بس اللي هيحصل ايه؟ اللي داخل بسرعه قليله هتخلي لك السيركل صغيره، اللي داخل بسرعه كبيره ده اللي هو مثلا بي 1، اللي داخل بسرعه عاليه هتلاقي نفس السيركل اكبر، لكن هتبقى بي 1 على ار 1 هي نفسها بي 2 على ار 2 وهي دي نفسها هي الايه؟ الاوميجا. يبقى الاثنين هيلفوا في نفس البريودك ايه؟ طيب خلي بالكم ان هي دي الايديا اللي مبني عليها جهاز السيركترون اللي هنتكلم عليه بعد شويه. انك انت لو عندك دخلت تشارجز نفس الكيوب لكن دخلت بسرعات مختلفه هتلف في نفس البريودك ايه؟ طيب ده الكلام اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت خاص بالسيركلر موشن. بعد كده كنا اتكلمنا على موضوع الريليتيفيستي عامه، فكره انك انت تتحرك بالنسبه للجسم بسرعات معينه تمام؟ ولما جينا نطبق الكلام ده على الناس لو سمحتوا بقى هي دي النقط المهمه جدا الفيزيكال مين بتاعها. انا هقول لك الاول انت بتفش كده تفهمها وبعد كده هوري لك الكلام ده باكثر من تطبيقات محاول اقنعك بيه تقدر انك انت تشوف فعلا ابلكيشن كتيره في حياتك. كتير جدا منكم يسمع عن حاجه اسمها بلاك هول. حد منكم قرا عن بلاك هول دي او حاجه؟ بلاك هول دي بتبقى بعض الاجرام السماويه ما بتشوفها صوت وبعدين في لحظات كده يظهر منها رومي معين من الفيلم كده شويه وبعدين ترجع مره ثانيه تتحول الى الحاله الدارك او الحاله اللي فيها السواد اللي احنا بنتكلم عنها. البلاك هول ده هي برضه تفسيرها الفيزيائي الفيزيائي ازاي انا كمان هتنمى من الكلام ده يعني هي ريليتد قوي الكلام هنخرجه من الكوشن. طب تعالى بقى نكون مستني على حضرتك بحكمه تعالى نتكلم بقى فيزيكال مين للمعدل ايه؟ المعدل بتقول لك لو عندك ماس ام وابتدت الماس دي تكتسب سرعه لو انت حاولت تقيس الماس اثناء الحركه خلي بالكم كلمه مهمه جدا انا بقول بقيس الماس اثناء الايه؟ الحركه مش الماس وانا وهي ساكنه وهي ساكنه هي الام نوم. فبيقول لك كل ما الماس دي هتجري بسرعات عاليه طبعا هنشوف بقى الرينج بتاع السرعات اللي بنتكلم عليه انت بتشعر كما لو كان الكتله عندك زادت. طيب اولا عشان نفيريفاي الكلام ده في الاول وبعدين نفهم معاه فعملوا تجربه بسيطه جدا اللي شرحتها لك المره اللي فاتت ان هم مكنوا من بارت تقدر بسهوله تقيس إيه سرعتها وفي نفس اثناء الموشن بتاعتها تقدر تقيس إيه الايه؟ الكتله بتاعتها. ثم نزلنا علاقه المفروض اللي انت عاوزها علاقه ما بين ام وبي. خلي بالك بس معانا الحقيقه وقت بنرسم الجراف ما بنرسموش ما بين ام وبي ده او ما بين احنا بنرسمه ام على ام ايه؟ نوت. ليه بنرسمه ام على ام نوت؟ عشان تقدر تشوف الزياده دي ريلاتيف للام نوت بقى كده يعني طبيعي لو جيت قلت لك ما فيش اي زياده هتبقى ريش دي الكام؟ ها؟ 1 يعني لو قلت لك ام نفسها هي ام نوت يبقى انت هيبقى عندك الريش وما فيش اي زياده هتلاقيها الكام؟ 1. لكن لو ابتدت الام انها تزداد على ام نوت ممكن تبقى مره ونص قدها مرتين ثلاثه ده اللي هنشوفه بعد كده. برضه هنا انا عارف ان التغير ده ما بيحصلش عند السرعات العاليه لو كده بيحصل قريب من سرعتها. عشان كده وانا برسم البي برسمها بي اوفر سي
عشان انا دايما وانا شايف الزياده هنا عندك شايف ان هي بتزيد عند قد ايه تقريبا من سرعه الضوء. يعني خلي بالكم الرسمه اللي انتم بتكتبوها هنا ده بيسموها نورمالايز كده. نورمالايز ايه؟ ان دي ام على ان الدايمنشن بتاعتها كام؟ دي له ماسك على ايه؟ على ماسك ريشيو. مش كده يقول لك نورمالايز كده؟ هنا ما بترسمش دي، بترسم دي على سي. يبقى ما فيش هنا وحده، لانك ما عندكش وحدات هنا، لان دايما الوحده عندك هنا دي ريشيو مش في ولا ام. اوكي؟ طيب التجربه احنا اخذناها المره اللي فاتت، ممكن نلقي عليها نظره سريعه جدا واوريها لك وبعدين نرجع نناقش البوينت اللي احنا عملناها. وانت بتشتغل في الكلاسيكال بتقول الكلاسيك ال تساوي نص ام في سكوير. كويس، هل في اي ليميتيشن على البي ولا البي ممكن تاخد اي قيمه؟ اي قيمه ممكن تبقى سرعه الضوء اكبر من سرعه الضوء، اقل من سرعه الضوء، مفيش ليميتيشن. الكلاسيكال فيزكس عمرها ما حطت ليميت لو ممكن الجسم يوصل لسرعه قد ايه. هي سايبانا في العمليه اوبن ان ليميتد، تقدر تاخد اي قيمه. بصوا بقى هنا المعادلات بتاعتكم هتبتدي تتغير مفاهيم كتير لما تبتدي تشوف الريليشنز اللي احنا بنتكلم. التجربه دي ببساطه شديده جدا هو حط هنا بيتا سورس. البيتا سورس ده هي بتطلع الكترون بس بسرعات مختلفه وسرعات عاليه جدا بتوصل ل 0.8 من سرعه الضوء. يعني معناها ان البارتكلز اللي بتخرج من البيتا سورس ده الكترون لكن ليها سرعات قليله وسرعات. طيب واضح جدا انك انت عاوز العلاقه هنا علاقه ما بين البي، فلازم تقدر تقيس الايه؟ البي. والاكس تاني لازم تقدر تقيس الايه؟ الام. فاول التجربه مقسمه عندك من جزئين، الحته اللي في النص ده هي اللي هو الكابستور ده بيسموه سبيد سيلكت. ليه؟ ان هو هنا هيخش له الكترونز ليها سرعات مختلفه من 0.1 او اقل من 0.1 سي الى 0.8 من سرعه الضوء. طيب نتيجه ان هنا المنطقه دي هيبقى فيها الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، فانت عندك قوتين، قوه نتيجه الالكتريك فيلد هتبقى عكس قوه الماجنتيك فيلد. معنى كده لو واحد منكم بص هنا ادي قوه الالكتريك فيلد وادي قوه الماجنتيك فيلد، لو القوتين دول تساووا، ركزوا، القوتين دول لو تساووا البارتكل هيمر في خط مستقيم. لو واحده منهم اكبر من الثانيه ايه اللي هيحصل للبارتكل؟ يا اما فوق يا اما تحت. يبقى معنى كده عشان كده سموه سبيد سيلكت. هم بيبقوا ظابطين التجربه دهيه ان البليت دي طويله شويه بحيث يبقى ضمن ان مش هيخرج في الستريت لاين الا اللي ليه السرعه اللي هي الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد عملوا نفس القوه عليه. غير كده يا اما فوق يا اما تحت. انت اللي بتتحكم في العمليه دي ايه؟ انك انت بتقدر تتحكم يا اما في الماجنتيك فيلد يا اما في الالكتريك فيلد. يبقى الستيب الاولانيه دهيه زي ما انت شايف هنا اخر مساوية الاثنين دول مع بعض انت هتقدر تحسب السرعه. السرعه عندك هي عباره عن ان البوتنشال ديفرنس اللي هو محطوط على البليد اوفر المسافه ودي الماجنتيك فيلد. انت اللي حاطط البطاريه، انت اللي حاطط الماجنتيك فيلد، انت اللي مصمم البليد. يبقى معنى كده انت تقدر تسلك السرعه دي زي ما انت عاوز. تاخد سرعه ثانيه غير الالكتريك فيلد يا الماجنتيك. طبعا الماجنتيك فيلد كويس ومشاكل كتير جدا، لكن الالكتريك فيلد مجرد بطاريه تقدر انك انت تغير البوتنشال بتاعها بسهوله. عشان كده فيزيكالي هم بيغيروا دايما الالكتريك ايه. طيب بعد نهايه البليد كده مش هيبقى فيه الكتريك فيلد، لا لا البارت دي هتبقى معرضه ليه فقط؟ الماجنتيك فيلد. انت عارف كويس جدا لو في بارت مشي في الماجنتيك فيلد هل بتمشي في ستريت لاين ولا في سيركلر باس؟ في سيركلر باس. يبقى بعد ما هتنتهي من هنا نتيجه ان المنطقه اللي ما بين السكرين ونهايه البليد النقطه ايه؟ مفيش الا ماجنتيك فيلد، فده مش هيكمل على استقامته، لا هو بيعمل انتصار كده وبينزل. فبدل ما بتشوفه عند نقطه او اللي هي الاوريجن اللي هي قدام الفتحه اللي هي، لا بتشوفه نزل المسافه تحت. طبعا واي دي على السكرين تقدر تقيسها بسهوله من الجيومتري بتاع الشكل. انت العامل ومصمم التيوب ده هي المسافه من هنا لهنا معروفه اللي انت مسميها ايه؟ واي ده هي انت عارفها. معنى كده انك انت تقدر تقيس الار بسهوله جدا. لو عرفت الاي وعرفت الواي هتقدر تجيب الريديوس اوف كيرفيتشر اللي هو اتحرك فيه الالكترونز اللي موجود. طيب انا عمليه بسيطه جدا. انا عندي المعلومه دي في الواي اللي قبل. انت بتقول ان الناس في الاكسلريشن سوى الماجنتيك فيه. طب تعالى نبص ايه اللي معلوم هنا وايه اللي مجهول. انت لازم تعرف الار ولا لا؟ عارف الار؟ انت تقدر تعرفها على طول من الشكل اللي موجود عندك. طيب
البي والفي معرفين ولا مش معرفين؟ البي معروفة من الخطوة الأغبية، يبقى إيه المجهول الوحيد هنا؟ إم، هل إم دي بقى أنت قستها في حالة سكون ولا أثناء الحركة بتاعتك؟ حركة، كل اللي هتيجي تعمل أدي كده عندك إم وعندك بي، التو بارامتر اللي أنت عاوزها. غير مرة تانية الإلكتريك في هنا. هتجيب دروست جديدة واحسب لها الإم المناظرة ليها. لو فضلت تعمل بقى الكلام ده بتوصل إلى الشكل اللي أنا بقول لك عليه. ادي الكيرف اللي احنا وصلناه مع بعض، هنا ما تنساش بقى انا يمكن مره فاتت ما ركزتش على الحته دي، هنا ما تنساش دي ام على ام نوت، هنا دي اوفر سي. طيب بص بقى للكيرف اللي قدامك، طول ما السرعه تقريبا اقل من 0.3 او 0.4 ريشيو كام؟ واحد. يعني ايه واحد؟ يعني معنى كده ان الناس ما حسيتش فيها باي نوع من التغير، فبقى بقى نايم على ايه النوت بكام؟ واحد. طيب اما ابتدت بقى السرعه تزيد هنا، بصوا ادي النقط الميجر، واضح طبعا ان الريشيو بقى بتاع ام على ام النوت ابتدت ان هي تزيد، وده الكلام اللي احنا فيه كده. يبقى فيزيكالي الايكويشن اللي موجوده عندك ابتدت تفهم انك انت بتشعر ان الماس بتزيد كل ما سرعتك بتزيد، بس خلي بالكم زي ما قلت لكم الكلام ده عن V على C تقريبا اكبر من 0.3 او من 0.4. ارجع بقى لكل ما انتوا تعرفوه بيتحرك على الارض من سطوات من اجسام ولا صواريخ ولا كده، كل دول سرعتهم اقل من كده بكتير جدا ولا لا؟ ده سرعتهم اقل من 0.1 بكتير جدا، يعني معنى كل ما احنا نعرفه بيتحرك هنا. فطبعا بقى ما حدش منكم هيقدر يقول ان الكلام ده عكس الميكانكس اللي موجوده عندنا ولا حاجات، ان دائما كل الابلكيشن بتاعتنا التقليديه العاديه هنلاقي فيها ان الام هي ام نوت هي الام الثابته اللي انت تعرفها. طب الكلام ده بقى بيبقى خطورته فين؟ بيبقى خطورته في الالكترونز اللي بتجري جوه الصوره او في التفاعلات النوويه، لما بيحصل بقى من اول الالكترونز اللي بتخرج من التفاعلات دي او البيتا اللي او الجاما اللي او الحاجات دي كلها. دي اللي هي الحاجات اللي سرعات عاليه. طبيعي انت النهارده في النانو ستراكشر والحاجات دي كلها انت بتعمل اجسام صغيره جدا بتحرك بيها الالكترون، فانت اوريدي الالكترون عندك في اشكال وفي كتير جدا من الفيزيكس الحديثه بتاعتنا هتلاقي ان سرعتك قريبه من 0.6 0.7 من سرعه الضوء. فطبعا خطير جدا ان واحد يعتبر ان الماس بتاعته هي ايه؟ هي لا ام نوت. يبقى دي بس واحده عشان ما تقولش ان كل الكلاسيكال فيزيكس وكل ما انت اتعلمته النهارده، لا الكلام ده هيبقى سبيشال كيس لو انت ابتديت تخش في السرعات اللي ايه؟ العاليه او اللي موجوده. طيب احنا بقى عاوزين اكسبلينيشن شويه او تفسير. هل فعلا زياده النادي زياده حقيقيه او لا تقنيه؟ يعني زياده حقيقيه مفهومه ليه؟ ان الماده عباره عن بروتونات والكترونات و و و هل انت لما تيجي تعجبها انت هتغير الكونتنت بتاع الحاجات دي؟ يبقى الفن فضول انت بتشعر بزياده الناس، بس الحقيقه بقى اللي انت فاقدها انت بتشعر زياده الناس نتيجه زياده الانرجي. هي دي الرابطه اللي انت مش في دماغك. ليه؟ هقول لكم على حاجه مهمه جدا. زمان لو جيت قلت لك خلي بالكم بقى ده الفرق لما نيجي نفكر في الكونسبت بتاع الكوانتم ميكانكس او بتاع المودرن فيزكس ونفكر في الكونسبت بتاع الكلاسيكال ايه؟ فيزكس. انا لو كنت زمان جيت قلت لك عندك كوره، ركز كويس، محطوطة على سطح الأرض، قلت لك الإنرجي بتاعتها هتقول إيه عليها؟ هتكون هزيمة، دي هتكون بوتنشال ريزيرف كينيتيك. أنت ناسي بقى حاجة مهمة جدا، إن الماس نفسها دي فيها جزء من مين؟ إنرجي، أنت ما بتبصلهاش، دي دليل. في التفاعلات النووية والحاجات دي كلها إحنا بنعمل إيه؟ بنفقد جزء من الإيه؟ من الماس ونحصل على إنرجي. فهي دي النقطة الخطأ اللي أنت ما كنتش بتشوفها. انت كنت دايما بتربط ان هيت انرجي بتربط كينيتيك انرجي بتربط بوتنشال انرجي، لكن بلانت تماما بالنسبه لك اعمى تماما على حته ان الماس والانرجي بينهم ريليشن ايه؟ شيب او كارب. طبعا الكلام ده لما هتحط له هايلايت بقى هتبتدي تفهم حاجات كثيره جدا. زي ما انا سالتك قلت لك طبقا لكلامك او برضه مفهومك ان اي حاجه ملهاش ماس ملهاش مومنتم. ليه؟ انك مفهومك من لغايه دلوقتي المومنتم ان فين؟ تجيب. فلو جيت قلت لك حاجه ملهاش ان يبقى ملهاش
مومنتم تايب حاجات كتيرة جدا بتؤكد الكلام ده مش موجود. هل اللايت والالكترومغنيتيك ليهم ماس؟ لا. طب لما بيخبطوا في الالكترون بيعملوا ايه؟ بيحركوا؟ طب معنى انهم حركوا ده عامل زي كور البلياردو بالظبط، معنى عمل تشينج اوف مومنتم. طب تبقى دي كلمه فين المومنتم؟ المفروض تقول المومنتم بكام؟ دي بقى الكلام ده هيحل لك جايز تماما زي ما هنشوف في خلال يمكن 2 سلايد 3 سلايد الجايين مع بعض. بس الحته دي بقى هنبهك بيها الاول واحاول افهمها لك وبعدين هكمل معاك ثلاث ساعات. عشان كده انا بقول لك البارت ده على قد هو سهل لكن مهم جدا انك انت تفهم. على فكره الفورمولا دي يعني عشان برضه يقول هو ازاي جابها من الاكسبيرمنت، هو ما جابهاش من الاكسبيرمنت، افهم بس. الفورمولا دي اثبتها اينشتاين ثيوريتيكال زي ما انا اثبتت لكم في كي نوت المحاضره اللي فاتت، اثبتها بقوانين سبيشال ريلاتيفيتي، اثبتها نظريا. فالعلاقه دي كانت ويل نون بالنسبه له، لكن مفيش ولا تجربه انها تثبت الكلام ده جوه الايه؟ المعمل. لما رسموا العلاقات اللي انتم شفتوها عوضوا في الايكويشن دي، وجدوا الايكويشن دي تيبيكال هي اللي بتحقق الكيرف اللي انتم شفتوه او المعادله اللي انتم ايه شفتوها. يبقى خلي بالكم من المعادله هي التجربه دي مش بتثبتها، التجربه بتثبت اذا كانت الفورمولا دي صح ولا غلط. انا مش هخش في السبيشال ريليتيف دي عشان ضيع اربع او خمس اسابيع، وانتم الكورس التمرين كله هيبقى 12 في مقابل ان بعد كده انا هدرس السبيشال ريليتيف دي في الكورس هيبقى 24 هيبقى قابل لفرق. فطبعا الحاله دي هنقدر ان احنا نكمل السبيشال ريليتيف دي. طيب انا عاوز امر اكتر يا ديس كويشن افهمها. اولا كل التفاعلات النوويه بتؤكد انك بتحصل على قدر من الانرجي دلتا اي لو انت فقدت قدر من الانرجي قدره دلتا ال. يعني كل شغل كان اينشتاين في البدايه الريليشن ما بين دول، يعني الام للفوق والاي للجي، ايه الريليشن ما بينهم؟ هو وصل الى العلاقه الذاتيه ان دلتا ام اما حضرتك في تي سكوير هي دي كم الانرجي اللي هو حياته. طيب هو معنى كده ابتدى بقى يفكر فيه. طب افرض ان انا عندي كتله موجوده خلي بالك سرعه الجسم زيرو او في نوت بالذات هنا اللي هي السرعه الاساسيه، هعتبر ان الكتله دي هي كتله في نوت. طب سؤال ام نوت دي لو انا استنيتها ركزت كلها حولت الناس دي كلها لانرجي المفروض تديني الانرجي طبقا للفورمولا دي هتديني ام نوت فين؟ في تي سكوير صح ولا لا؟ يعني انت دلوقتي تخيل اهو لو هو فقط قدر دلتا ام بيحصل على قدر دلتا اي بتساوي الدلتا ام اللي فقدها هو فين؟ في تي سكوير. لو انا قلت لك انت فقدت الناس دي كلها كانها بتنظر انرجي قد ايه في الحاله دي؟ هتبقى ايه؟ ام نوت كده لو فقدت الام نوت كلها هتبقى ام نوت سي ايه؟ سكوير. بالظبط ده اللي هو عرفه قال لك ان اي نوت هي عباره عن ام نوت سي سكوير وسمى هي الريست ماس انرجي. كان دي هي الانرجي اللي جوه الكتله قدرها ام ايه؟ نص يعني واخدها من نفس الفورمولا اللي كان. طيب تعالى نفهم هنا بقى التغير ده بيحط الانرجي ازاي كانسل. بصوا لو بتبص ان الماس ليها انرجي تعالى ناخد الكيس جسم عندي كان ساكن وبعدين هبتدي اجريه لغايه ما اوصل له سرعه كام؟ في عشان بس تربطه هنا الحاجات دي هتيجي ازاي؟ طيب ادي الجسم ساكن ثم انت هتدي له كينيتيك انرجي سرعته هنا في كان في نوت اللي هي الفكره سرعته هنا هتبقى دي ركز كويس معايا فضل ما تكتبش حاجه خليكم بس معايا السلايد فيها كل الكلام ده على فكره الكلام ده لو حسيته معاك اول شويه كده وانت فايق قبل الكويشنز ما تخش هتبتدي انك انت يعني يبقى الموضوع سهل قوي. ركز بقى لو الكونسبت بتاعك الكتله دي ساكنه في الاول يبقى ليها ام كام؟ نقطه. لو جيت قلت لك عند بدايه الحرب الانرجي كام؟ نعم تبقى بقى المفهوم بتاعك هنقول جسم ساكن وسيع على سطح الارض وكل حاجه هتقول لي الانرجي بتاعته كام؟ دي بقى زيرو مش انت
اتفقنا دلوقتي لسه عاوزين نقول ان الكونسبت ان الماسك ليها ايه؟ ان يبقى لو الجسم ده سايم هتقول لي ايه عشان اطلعها كام؟ ايه؟ ما ده المفهوم يعني دلوقتي هتيجي تقول انا لسه مش حاسس بالكلام ده هخش ازاي مع حواري لك هوصل معاه لغايه ما الكلام ده بعد كده هتحس بقى لكن انا بوريك الكونسبت ان الاول كنت بتشوف خالص ان الماس ليها علاقه بمين؟ بالانرجي يعني دلوقتي بحاول ان الكونسبت ده اخليه مخك يعني ايه يتقبله شويه بشويه يبقى معنى كده هتقول لي وهي في حاله ريست عندها اي نوت طب اسمها ام نوت سي اي اسكور كويس طب انت اديتها بتاعها كايليتيك انرجي اديتها انرجي بقى وصلت الكتله اللي هي هنا بقت ليها سرعه كام؟ في لو جيت قلت لك التوتال انرجي هتقول هي عباره عن لو كده هتقول لي اي دي ده اللي هي وصلتها هي اي نوت دي الكتله بتاعتها السابقه بلس مين؟ الكلمه صح ولا غلط؟ هل دي كالكوليشن اوف انرجي؟ انت زقيت الكوره عملت انرجي كاينتيك انرجي يبقى التوتال انرجي بتاعتها بقت اي نوت زائد الكاينتيك ايه؟ بص كده اللي انا هكتبه بقى انا هبدا اقول لك ايه؟ اي نوت في ام نوت في سكوير وادي الكاينتيك انرجي بتاعها طيب اسالك انت اما جريت الجسم ده واديته انرجي بنحس ان الكتله بتاعته بقت ايه؟ بقت ام ولا لا؟ هل هي ام ولا ام نوت؟ ام طب بسيطه جدا تبقى الكلام اينشتاين ممكن نحسب دي ام سي اتفهم دلوقتي اللي حصل ولا لا؟ يبقى دي هي الريست ماس انرجي بتاعتك ولا لا؟ انت لما بتيجي تقول انا زودت كاينتيك انرجي كان غيرت التوتال انرجي ولا لا؟ دلوقتي المفهوم بتاع الانرجي والماس يعني اسمها انرجي ماس ايكوفالنت اي زياده في الماس كما انها زياده فين؟ في الانرجي اي زياده في الانرجي كما لو كانت زياده في الماس الاثنين مع بعض او زياده في الماس كانها زياده فين؟ في الانرجي انك انت ما بقتش بتفصل الحاجتين عن بعض يبقى في الحاله اللي هي الاي دي هنا بتاعتك بيقول انها هي ام سي سكوير الاي نوت بتاعتك بيقول انها ام نوت سي سكوير الكاينتيك انرجي هي دي الفارت اللي انت اضافته الى الاتش يبقى من فضلكم دي اعرف بس هل الكوشن دي سيمبل كده هي علاقه ما بين ام وبي ولا هي ام وبي؟ افهموا بقى المفهوم الاكبر ما هو كون انك انت بتقول لي ان الجسم زادت سرعته فيزيكالي كانت بتقول زادت ايه؟ الانرجي بتاعها زادت الانرجي بتاعتك كما انت بتشعر جوه الاكسبيرمنت كنت بتشعر بزياده الكتله دي كانها زياده فين؟ في الماس يبقى ما هي ده اللي احنا بنقوله ماس انرجي كتله كما لو كان الماس زادت كما لو كان الانرجي ايه؟ بتاعتك زادت هتيجي تقول لي انا الكلام ده لسه مش مقتنع بيه اصبر ده كل شغلنا بتجربه واثنين وثلاثه لغايه ما الكلام ده هيبتدي تبدا انت بي ساتسفايد شيء طبيعي انت واحد بقالك ما اكبر من 6 سنين او 5 سنين. رافض تماما كونسبت الانرجي والماس. حاجه مره واحده اقول لك سويتش كده اقرا الانرجي ماس ايكوفالنت عمليه مش سهله. هتاخد منك شويه وقت بس الى هياكد لك الكلام ده مزيد من الاكسبيرمنت والحاجات اللي انا هوريها لك في الفتره اللي جايه. طيب المنبو تقبلها زي بنسبه 50% تقريبا او اقل. لكن لسه الحاجات بتبتدي هناك. هسالك بعد كده اسالني بس انا متعوده بس اوصل للبارت اللي انا طيب حاجه ثانيه هل ممكن الفي تبقى سي؟ لا انك انت لو جيت هنا فهمت لو البي قربت لسي هتقول لي ان الناس دي بقت ايه؟ انفينيتي يعني ايه الناس انفينيتي بقى؟ معناها انرجي كبيره جدا وده اللي انت لازم تفهمه اما الجسم اللي يبتدي يجري بسرعات عاليه قوي يقرب من سرعه الضوء الانرجي بتاعت الجسم ده هتبقى انرجي ايه؟ عاليه جدا إيه؟ عشان كده الفورمولا او شغل اينشتاين حتى ابر ليميت للفلوسيتي قال لك لا يمكن ان الفلوسيتي هتكسب سرعه الضوء عكس الكلاسيكال الكلاسيكال كنت بتقدر تاخد اي سرعه لكن في الكوانتم ميكانكس او في المودرن فيزكس لا انت عندك الجسم الماكسيموم سبيد بتاعته هي مين؟ دي ديليميتيشن جايه من الماس انرجي ريليشن اللي موجوده عندك اللي كان ماتش تكسيد السرعه دي. برضه فيزيكالي حته انفينيتي دي اصلها حاجه ريليتف يا اخوان حاجه ضخمه جدا فكل ما تقدر تقول ان الماس بتاعت الانفينيتي او الانرجي الانفينيتي دي معناها انرجي مهوله
حتى جميع الحاجات اللي على الارض لا يمكن نلاقيها في هذه الايه ايمج. عشان كده فعلا حتى الاكسبيرمنت هذه هم عمرهم ما قدروا يوصلوا ابدا لاكثر من 0.8 من سرعه الضوء، 0.9 من سرعه الضوء، زي دي بارتكل فعلا اللي لقوها في حتى في نيوتن ريكتور او في خلف. طيب يبقى خلي بالك بقى الحاجتين من بعض. هنا لاول مره ابتدى الكونسبت بتاع الماس انرجي ريليشنز ان هو يضحك. طيب حاجه ثانيه، لو واحد مننا عاوز الكينيتيك انرجي، بص كده اكسبريشن الكينيتيك انرجي هيبقى غريب شويه. هتقول الكينيتيك انرجي عباره عن ايه؟ بص كده الكينيتيك انرجي هتقول هي ام سي سكوير ناقص ام نوت سي سكوير، او لو واحد ينفع عاوز كده ممكن يكتبها كده. بس هنا حط جنب واحد ناقص سي سكوير على سي سكوير. طيب أسألك سؤال، أنت كل حياتك قبل كده كنت بتقول إن الكينيتيك انرجي هي كام؟ نص إيه؟ ام بي سكوير. طيب لو أثبت لك إن القانون ده يقول إلى نص ام بي سكوير اللي أنت تعرفه، إن كيس لو سرعته هي ده يعمل لك ساتيسفاكتوري للإكسبريشن ده ولا لا؟ يعني لو أنت قدامك إكسبريشن، أنت بتقول إكسبريشن ده أنا لسه مش حافظه مش حاسه. انت تعودت حياتك كلها ان الكينيتيك انرجي ايه؟ نص ام بي سكوير. بقول لك لو الاكسبريشن وصلته لك لنص ام بي سكوير معنى كده الاكسبريشن ده يبقى غلط ولا صح؟ ليه؟ كون انك انت تقدر توصل منه للحاجه اللي انت عارفها تبقى غلط، معناها انك انت بتقول ان نص ام بي سكوير دي غلط. صح ولا غلط؟ الاكسبريشن ده يا اخوانا بيتكلم على سرعات عاليه وقليله ولا اي سرعه؟ اي سرعه. صح ولا لا؟ انا هطبقهولك بقى اللي في الكيس اللي هي السرعه فيها تبقى قليله، احلل لك الاكسبريشن ده بالظبط وهتلاقيه يرجع لك الى ايه؟ نص ام بي سكوير. في الحاله اللي هي يبقى نص ام بي سكوير هي سبيشال كيس او حاله خاصه من الجنرال ايه؟ كيس اللي هي موجوده دي هنعملها في اكسرسايز هناخده في محاضرتنا النهارده، بس لسه هكمل شويه حاجات كده وهرجعه مره. اوكي طيب اللي منكم عاوز حتى يعملها دلوقتي عشان يعني يخلص من الجزء ده، بص انا كلكم اما يبقى عندك بينوميا بالشكل ده يعني هديكم كده دي اتعلموها ونكمل الشغل ده مع بعض. خلي بالك معانا دي اعرف باشمهندسين اما يبقى عندك واحد زي اكس بص هنا تقول احمد ما بيبقاش فاهم واحد لو جيت قلت لك فك البولينوميال يفكوها واحد وبعدين بتضرب ايه؟ ان ان بتاعتك على تي في اكس وبعدين تضرب مضروب ان ناقص واحد وفكت البرنامج بحرف. طيب يا حفظها حولها بطريقه ده فك البرنامج يعني تقول اكيد اخدت المسلسلات وفكها. طيب بص كده في كيس عندي سبيشال لو عندي اكس اصغر بكتير من الواحد، لو البارت ده اصغر بكتير جدا من الواحد البرنامج دي بتدهون الى شكل اكتر شويه ان هي تبقى ابروكسيميتلي واحد لل ان اس. خلاص؟ كده انا معناها اهملت قبل الحدود. بص المفروض هو المفروض البرنامج دي كان هيجي حدود هنا تانية ولا لا؟ كان هيجي اكس ايه؟ سكوير وهيجي اكس اس 3 اكس اس 4. طب انا لو عندي اكس اصغر من الواحد اكس سكوير ده هيبقى صغير جدا ولا لا؟ عشان كده انا اهملت بقيه الايه؟ الحدود. يعني انت طبيعي انا تحط البرنامج زي كده بيبقى عندك ترمين دول وبعدين هيجي ترم تاني في اكس اس كام؟ 2 اكس اس 3. انا بقول لك اكس اصغر بكتير من الواحد، يعني افترضوا كده ان اكس مثلا بتساوي 0.01 يبقى اكس 0.01 لو قلت لك اكس سكوير هتبقى كام؟ 0.000 كام؟ 1. عشان كده انا عملت هنا ايه في الكرنك اللي هنا؟ عملتها. طيب بصوا كده من فضلكم بقى عشان نجرب الكلام ده، انت بتقول لي الاكسبريشن ده انا عاوز اشوفه اما السرعات تبقى ايه؟ قليله. طب بصوا كده انا هعمل حاجه بس
انا لقيت كده هاخدها كده بص منه قبل كده ما غيرت حاجه اشيل دي بس على الخط ان نون سي سكوير وان واحد من دي بي سكوير على سي سكوير وهنا اختيار في ناقص كام نص ناقص ان نون سي سكوير قبل كده انا غيرت اي حاجه طب بصوا كده باشمهندسين بقى بسرعه ركزوا بي على سي اصغر من الواحد ولا ها؟ لو قلت بالذات كمان ان سرعات قليله اكيد يبقى دي على سي دي اصغر بكتير من الواحد. طيب لو سمحت بقى طبق الاكسبريشن ده ادي واحد اكس اس ان طبقه على ده مش ده واحد وهنا اقل بكتير من الواحد طبعا دي انها هتبقى ماينس او بلس مش هتفرق هنا عندك شوف بقى اكمل عندك ان بكام هنا؟ في الكيس دي بص قرن ده ناقص نص وعندك هنا الاكس هي مين؟ بي سكوير على سي سكوير طيب كل ما فيها بس شيل ده هي ركز كده على طول وحط بدلها مفكوك الايه؟ البرنومي طيب بص كده خلي بالك بس حضرتك بتاخد بسرعه قوي اول حاجه هي ما عندك واحد ولا لا؟ طيب هنا عندك ان سي سكوير هتضرب في كام؟ واحد وهنا في ايه؟ ماينس ان سي ايه؟ سكوير يبقى دول طيروا بعض كويس جدا بص للخطوه اللي بعد كده هنا عندك ان نوت سي سكوير دي لو واحد منكم بصلها دي بكام؟ نص وهنا دي بي سكوير على سي سكوير يبقى هتضرب ان نوت سي سكوير في نص بي سكوير على سي سكوير طيب سي سكوير مع في سكوير يبقى الجزء ده هيقول الى كام؟ نص ام نون هيقول الى كده نص ام نون دي اللي ممكن مش عارف يعملها انا قلتها لك يعني مش ممكن انك انت ولا تعرفش تعرف تعمل خطوه اللي ايه؟ الفرق واضحه؟ انا بقول انت هنا عندك النص ام نص دي لما هتيجي تفكها هيطلع لك واحد هتبقى انا هكتبها لك واحد ناقص هتبقى زي هنا نص ام بي سكوير سوري بي سكوير على سي سكوير لو ضربت دي بدي دي هتغير ده اول واحد هنا سي سكوير هتغير سي سكوير هيبقى لك هنا ام نوت ودي نص ودي بي سكوير ادي نص ودي ام نوت ودي بي ايه سكوير معنى كده ان الفورمولا دي رجعت الى ايه؟ نص ام نوت بي سكوير خلاص دي اول كده برضه حاجه تتشكل انت دايما على فكره اما تلاقي فورمولا معقده خد سبيشال اسم اما الاكس تزيد الاكس تقل حاجه الاكس توصلها لحاجه امتى؟ عارفها يبقى سؤال الفورمولا اللي موجوده قدامك ازاي؟ انا عارف هي لسه برضه مش معاك 100% ولكن ابتدت تقربك الى فاكس مهمه ايه؟ جدا انك انت ممكن توصل منها الى نص مليون بي سكوير على فكره دي احدى مسائل شيء في البروبلم سيت او لك تبتدي بالفورمولا دي وسط الكلاسيكال كلينيك جنرالي ده انت عشان تجرب ساعتها انت هتستخدم البينوميال ابروكسيميشن اللي موجوده. اتفضل. ايوه. دلوقتي لو جينا نتكلم على اللايت فوكس. مش مهندس انا دلوقتي اتكلمت على اللايت فوكس. انا بس خطوه جايه كده معرفش. انا عشان كده انا بقول لك انا طول ما انا سالتكش انا عارف بس انا هوصل للايت فوكس حاضر. طب يبقى انت وصلت معايا دلوقتي الاكسبريشن اللي موجود هنا عندك عشان اللايت فوكس فيها لعبه انا هوريها لك. نعم جذر فوق نص ورا تقدر لما تيجي تجيبه تحت الباقي. ثواني فوق مسافة المشكلة. اوكي. طيب نرجع لبعض الكلام ده. عاوزين بقى نمسك الميلود بي سكوير دي نلعب فيها شوية كده ونوصل لحاجة مع بعض ونشوف معناها أكتر. بصوا بيها انا عارف يعني الجزء ده مش هيكون سهل قوي لكن هتشوف دلوقتي بقى اكسبيرمنتس كتير جدا الواحد حواليك ازاي تبقى ساتسفايد بالكويشن بس قبل ما اسيبك باشمهندسين اخر فورمولا هتستخدموها طول الكورس هتستخدم دي خلي بس معانا عشان تشوفها وبعدين انا هتكلم ايه معنى دلوقتي انت معلوماتك ان بي هي ام بين
صح؟ سؤال بقى، الصح لما اجي اكتب الاكسبريشن اكتب دي ام نود ولا ام؟ لا خلاص تبقى ام. ليه؟ لو انا عندي جسم بيجري وبعدين خبط هحس ان المومنتم بتاعته زي ما كان الجسم ساكن وحاجه خبطت فيه او بيتحرك بسرعه كده؟ لا، يبقى المفهوم الصح للمومنتم هيبقى ام فين؟ في دي. انت طبيعي يعني لو انا النهارده كوره بتجري بالراحه هتشعر بالناس بتاعتها ام نوت، لكن لو الكوره بتجري بسرعه هل انت هتشعر بيها بنفس الام نوت ولا بتشعر بيها كان الكتله بتاعتها زادت؟ يبقى شيء طبيعي لو عمل التصادم ولا حاجه هيبقى المومنتم بتاعتها هيبقى ام فين؟ في دي. وطبعا ان دي هي ام نوت على جذر واحد من بي سكوير على سي سكوير. طيب بصوا كده انا عاوز كنت تعمل حاجه بسيطه قوي هنا لما بغير على السلايد. العلاقه اللي قدامنا دي ربع الطرفين وبعدين اقفل الجزء ده هنا واضرب الطرفين في سينوس 4. يعني هتعمل ايه في الاول؟ هتعمل هنا سكوير. سكوير دي هتبقى كام؟ ام سكوير. هنا هتبقى ام نوت سكوير. الجذر طبعا ناقص اتش. اقفل الجذر ده فوق وبعدين اضرب كلا المعادلتين اللي عندك في سي اس 4. تمام؟ اعملها بسرعه. شوف انت الفورمولا اللي قدامك دي هتبقى شكلها كده. يا جماعه حاولوا بس نكون اكتف شويه في بعض الحتت، حتت صغيره جدا اللي بطلبها منك. انا برضه عاوز اقول لكم على حاجه. يا جماعه انا يعني دايما بديكم احيانا بدي النيو بروجرام. النيو بروجرام بس الفرق بينها وبينكم في العدد. انا لما باجي اعمل لهم تيست بقدر اخد 25 ورقه صح. هنا انا هديكم لو عاوز اعمل تيست صغير دلوقتي واشوف طبعا هصلح ازاي 600 او بعد كده كمان 600 ده انت عارف الرسم هيبقى في حدود 700 700 لحد بعد التحويلات وبعد كده. فبصوا ميزه السيلف تيست والسيلف كويز والحاجات دي ان انا مش عارف انت ماشي صح ولا لا. فانا ان شاء الله نفس الكويز اللي حددها لك بس الفرق الوحيد انا مش هقدر اصلحها لوحدي، لا انا هصلحها لك وتيجي معايا. يعني هديها لك هتشتغلها، مفضل ما تقعدش تقلق بقى من حد، خلي بالك انت ميزه التست ده يقول لك انت ماشي صح ولا غلط، انت فهمت التوبكس او ما فهمتوش عشان ما تفاجئش الدرجه في الميتر مره واحده. فده انا دايما حاجتين هبعت لك حاجتين، هبعت بروبلم سيت في مسائل مطلوب ان انا احلها وهحلها وهبعت لك سيلف تيست هكتب عليه كده انا مش هقدر احل. السيلف تيست ده بعد نقطه معينه المفروض تاخد النقطه بتاعتك وتحاول تحل. دقة الديجري اللي هتجيبها في السيلف تيست دي هتقدر تفهم بقى ساعتها انت ماشي صح في الليفل المطلوب ولا لا. فده خلي بالكم احنا هبعت لكم الحاجات دي هي وان شاء الله دايما السيلف تيست هحلها معاكم برضه في جنب. طيب تعالوا بقى نشوف الجزء ده من فضلكم اللي جاي ده. نعم هتحل الريفايند. انا بجيب لك فورم تشيك الامتحان انا عمري ما هطلب منك درايف ابروف. صح؟ الامتحان ما فيش درايف ولا انك طبعا ما حطوش في الكونت مكان عادة انا قلت لك درايف وفوق معانا بعد كده. انا دلوقتي مش هقدر اعمل حاجة. بص معايا. باشمهندسين لو سمحت انا هعدي دي بس. دي اللي انا هوصلها معاك دلوقتي اللي هي الماس انرجي مومنتم ريليشن. اللي هي الفاينل فورم بقى اللي احنا هنستخدمها من هنا واحنا طالعين كتير. يا جماعه اصبروا شويه انا عارف انا اول تلت ساعه كده تقريبا كمان او 10 دقايق جايين بعد كده مش هدي اي معلومه. كل اللي هشتغله بعد كده من المعلومات اللي انت خدتها دي تبتدي انك انت تشوفها وتفهمها. تاني بقى الناس انرجي ريليشن احنا هنبتدي زي ما قلت لك انا هبتدي بالفورمولا دي اللي انا بديتها معاك دلوقتي. انا كده عملت انهي فقط؟ تربيع سكوير هناك هضرب في كام؟ سي اس كام؟ فور. انا بس كل اللي عملته هنا دخلت الفول هنا وجبت الان دي لوحدها واي بعيد لو ضربت في سي اس 4 ادي بقى عاوز اتركز قوي في الفورمولا دي ده. بصوا كده الفرق ده عباره عن ايه لو واحد منكم؟ ده عباره عن بي سكوير سي سكوير. طب وجزء ده؟ اي نوت سكوير اللي هي ريست ماس ان
ايه اللي موجود عندك؟ ركز بقى خالص. الفورمولا دي ربطت لك حاجه مهمه جدا. ركز. ايه ده هي دي؟ التوتال ايه؟ ان اف. ودي مومنتم فين؟ دي سكوير. وهنا دي مين؟ الريسك. طب اسالك سؤال، لو عندي حاجه مالهاش ريسك ماسك زي مين؟ لايت. انت لايت دلوقتي هو بيبروبجيت، دي انرجي ولا انرجي؟ طب هل لو وقف هتلاقي له ماس؟ يبقى ريسك ماس انرجي بتاعته كام؟ بزيرو. ليه؟ عشان ام نود بتاعته كام؟ بزيرو. طب كويس. يبقى بص المفضل الفورمولا دي جنرال، لو عندك بارتكل بيتحرك، الكترون بيتحرك، البارتكل دي اي نود ولا دي نود؟ ولو انت اديته كاينيتك انرجي او مومنتم او زودت له حاجه هتزيد السرعه بتاعته انسان، يبقى التوتال انرجي بتاعته زاد. لكن تعالوا بقى لو انت عاوز تطبق دي على حاجه زي الفوتون، هل الفوتون دي اي نود؟ لا. ده بقى اللي بنسميها ماسلس بارتكل. يعني ايه ماسلس بارتكل؟ كلمه ماسلس بارتكل في المعنى هي الحاجه اما تسكن تبقى ان نود بتاعتها كام؟ بزيرو. كلمه هي دي مقصود بيها ماسلس. طيب بصوا كده في الكويشن دي بقى مهمه جدا. معنى كده لو انا بتكلم على ماسلس بارتكل بسيطه جدا، هتحط البارت ده بكام؟ ها؟ بزيرو. طب يبقى انا عندي اي بيساوي كام بقى؟ ايوه، اي بيساوي بي سي. هتحط ده بصفر، معنى كده اي هساوي بي في سي. ادي دي الفورمولا. Entonces,
quantum mechanics or modern physics, we know that the total energy equivalent to mass for that. ولسه بنكتبها كانت ma c squared. كنا لسه بنكتب الريليشن دي. طب بصوا كده معنى كده ان اللايت هو ما كما لو كان دي ماس بيساوي مين؟ اتش ايه؟ اف على ايه؟ على c squared. طبعا بقى الحاله دي كله زعلان حتى لو كنت انا بقدر يرجعوا كده كده ايه؟ يعني انا حبيت بس حاجه بسيطه. اولا انا عامل تثبيت لك حاجتين عشان تبقى انا بقول اللايت هو ماشي بيبقى له مومنت خلاص ماشي دي حاجه حد بيتكلموا اكسبيرت انت عاوز تساتسفاي انا برضه بقول لك اللايت مش كده بقول لك يبقى له كام لو كان ايه ايكويفالنت مان طبعا انت عارف ان التوتال انرجي هي كام ام سي سكوير وجيت قلت لك يبقى اللايت مي ام اتش اف على سي واحد بيقول لي بقى انا مش حاسس بالكلام ده شايف اي اكسبيرمنت توريني هوريكم حاجات كتيره من هنا في الليكشرز اللي جايه واللي بعديها على فكره هو ده بلاك كورس بس انت مش فاهم بعد شويه هتفهم ان هي دي مسؤوليه البلاك كورس خلي بالك بس معايا اولا اورينا ساتسفاكشن ان اللايت اثبات البروباجيشن فعلا بيبقى لهم اسالك جاذبيه الارض دايما بتجذب الاجسام ولا طيب لو الارض اثبت لك انها بتجذب اللايت مع كده اللايت ده هو اسمها البروبوجيشن تايم دي فور اوريكم بقى ظواهر فيزيائيه حقيقيه موجوده ممكن تخشوا على النت وتصوروها وتشوفوها بنفسك اورينا الفراغين الاثنين بس عشان تبقى يعني فاميليار بيها ودي بقولك عشان بس تساتسفاي الكلام اللي احنا قلناه ان الكلام ده على فكره لو انت اقتنعت بيه هيبتدي يجي لك اول شعر هو ان الانرجي والماس حاجه ايه؟ واحده تتواجد الانرجي كما لو تتواجد الايه؟ الماس هي دي النقطه المهمه جدا ما كانتش موجوده في الكلاسيكال ايه؟ كده بصوا انا هوريكم ظواهر كده دي فكره اللايت جرافيك بصوا يا جماعه انا عارف ان ده شو بعد هو هيتغير الاسبوع الجاي فبس لغايه ما يتغير هحاول اشرح لك الظاهره دي دلوقتي انت واقف هنا وبترصد ستار معينه ونجم معين، الناس بتوع الفلك هم اللي عارفين الصغيره دي. هو بيبقى شايف نجم معين وبيتبعه. ومفروض طبعا ان النجم ده مكانه بيبقى ثابت في الفراغ الداخلي حتى لو بيتحرك بيتحرك بسرعات ايه؟ ضعيفه. راح وخلاص هو بيحس بايه؟ هو تحت التلسكوب بيجي لحظه معينه يلاقي النجم ده راح بيتحرك بسرعه وبعد فتره زمنيه راح تلاقيه راح راجع ايه؟ مكانه مره ثانيه. طبعا هو ما بيبقاش فاهم كان في الاول ازاي ده حصل؟ ليه الكوكب ده او المجره اللي هو بيشوفها كان شايفها في مكان معين وبعدين فضل لها اتحركت بسرعه غير طبيعيه اعلى من السرعات اللي هو متخيلها وبعدين بعد كده بقى الاول من كده انه عامل ايه تاني؟ رجع ايه التفسير ليها بقى عشان تفهمها؟ هقول لك الظاهره دي بتحصل ازاي؟ ادي الشمس مثلا موجوده وادي الكوكب اللي انت بتشوفه. اما بتقرب الشمس اثناء عمليه الدوران بتاعتها الشمس بتجذب شعاع الضوء. خلي بالك اللي بيحصل شايف الشعاع كان ماشي كده صح ولا غلط؟ اما الشمس قربت ادي الشعاع كان جاي لك كده نتيجه وجود الصن هنا راحت جذباه. طبعا اما جذبت الصن بقيت انت بتشوف الرؤيه على امتداد الشعاع ولا لا؟ بتشوف على امتداد الشعاع. فطبعا هل انت شفته ساعتها في نفس المكان ولا شفته في مكان منحرف؟ انت شفت على امتداد الايه؟ الاشعه. طيب لو الشمس دي عدت خلاص كملت بطبيعتها ايه؟ هترجع تشوف مره ثانيه. يبقى ظاهريا الظاهره الفلكيه دي حصلت من ايه؟ حصلت من الشعاع اللي كان جاي من من الكوكب ده. اما جت الشمس جنبه عملت له ايه؟ اتراكشن. طب سؤال هل طبيعي لو فعلا الناس انرجي كوبلنت مش موجوده؟ هل الاتراكتف فورس انت عارفها دايما بتتم الناس بارتكل ولا لا؟ تتم دايما للناس ازاي؟ طب يعني ده دليل فعلا ان اللايت اثناء البروباجيشن كما لو كان هو دي انرجي كما لو كان دي ايه؟ ماس. طب هوريكم ظاهره ثانيه غريبه قوي. الظاهره دي بيسموها حتى ال يعني جرافيتيشنال لينس. كان ايه هي الجرافيتيشنال لينس؟ بص خليك بس معايا حضرتك هنا على الارض
بص كويس قوي، دي ملاحظه بتبقى غريبه جدا، كل بتوع الفلك عارفينها يعني، لو دورت عليها هتلاقوا الكلام ده موجود. وكتاب بتاع اكثر بس انا بعته لك موجوده فيها الظواهر صورها. بص انت بتبقى بتشوف كوكب معين او سورس معين، ده ممكن يكون ستار، مجره خارجيه، حاجه بعيده عنك، بتبقى شايفها وشايفها واحده، وبعدين مره واحده كنت تحت التلسكوب تشوفها ثلاثه او اربعه او خمسه كذا تكرار للشكل، بعد شويه يرجع نجم واحد فين؟ في مكان. برضو الناس ما كانتش فاهمه ايه اللي بيحصل. انا شايف نجم واحد ومركز عليه، ازاي النجم ده يبقى اكتر من ايه؟ من واحد، وبعدين يرجع مره ثانيه. التفكير بتاعها او التفسير بتاعها هو انت عندك الري ده المفروض جاي كده، الري ده جاي كده. طيب لو هنا مثلا جسم كبير موجود هيعمل تجاذب للايت ولا لا؟ فهيجي بدل ما اللايت كده يروح مكمل، اللايت ده هينكسر نتيجه تجربات كبيره جدا. طب انت هتشوف اللايت ده على بعد الاستقامه ولا لا؟ يبقى انت هل هتشوف النجم هنا ولا هتشوفه هنا؟ هتشوفه فوق. طيب ما برضه النجم ده او الكوكب اللي انت بتشوفه اما كان في شعاع طالع منه كده انجذب نتيجه المسك بارتكل الموجوده وجاي كده انت شفته على الاشعه، يبقى هو كان واحد لما جاب الكوكب وده انت ما شفتوش هو، لكن شفته اكتر من واحد، ده نتيجه انحراف الاشعه ولا لا؟ ده برضه معناها الجرافيتي بتاعت الاشعه. ادي الظواهر الفلكيه موجوده قدامك، والنون بتفصل لك فعلا اللايت بيحصل له ايه؟ جرافيتي. الحاجه اللي بتفصل لها جرافيتي في الدماغ هي ايه؟ المثل بارتكل او الحاجه اللي ليها ايه؟ مثل. تشوف ما انت بتشوفها مجموعه طبعا. شوف طبعا ولو الكوكب ده مشي او لو جرب مشي هترجع تشوفه فين؟ واحد في مكانه المفروض. ايوه هتشوف المكان الحقيقي. قلنا الكوكب ده مشي، لكن لو المجرد دي بتشوفه اكتر من واحد. اوكي جماعه لو سمحتوا انا بس هنا خموني. اللي انا بحاول اقربه لك، انت كنت معترض ان اللايت تشعره بانه ليه ماس، ما كنتش شاعر ان اللايت ممكن يبقى له مومنتم. التجارب المحاضرتين اللي جايين بالكامل لا يمكن تفسير الظواهر دي الا لو اتخذت المعادله دي صحيحه. فاهمني؟ يعني هتشوف تجارب بقى بالكامل فينومينال بالكامل الناس شافتها وناخد جايزه نوبل لو فسرتها. هفسرها بالطريقه دي. فطبعا احنا ستيب باي ستيب بس هنبتدي ان احنا نقربك للايه؟ للظاهره بتاعتك. طيب يبقى من فضلكم هنا الليكشر بس التاسك اللي احنا خلي بالكم بقى احنا كام حاجه صلحناها من اول ما بدينا الكورس. اول مفهوم للفورس اللي الفورس تساوي ماس اكسلريشن دي صلحناها. بعد كده ابتدينا نوضحها خلاص اهميه المهمه. بعد كده ابتديت تفهم ان الماس والانرجي مش حاجتين ايه؟ منفصلتين، لكن لا هما بينهم ريليشن وريليشن قويه. بسبب ان الريليشن اللي ما بين الماس والانرجي ابتدى يتفهم الماس سبارت، ابتدى يتفهم ان الفوتون اللي هو معاه الكترومغنتيك ويفز اند سو اون في بعض المحاضرات بتلاقي له جرافيتي بتلاقي له حساب دي كاميرا وكان دي كتله. الحاجه الثانيه ابتديت تفهم ان اي حاجه ليها انرجي ليها مومنتم بغض النظر هل ليها كتله في حاله السكون او لا زي الفوتون او اللايت اللي انت بتلبسه. طيب المحاضرات بقى ايه اللي احنا هنبتدي نعمله؟ يبتدي يساعدنا اكتر الاحساس بالماس انرجي ايه؟ اكتر. شوفوا اول حاجه هوريها لك دلوقتي جهاز شهير جدا اسمه السيركلوتروف. طبعا انتوا بتصنعوا على الازمه بتاع المعادلات اللي هي بتاع الكرام. كل اللي بتحاول امريكا انها ما بتخليش ان الكرام تقدر تعمل المعادلات بتاعتها بطريقه مضبوطه. ان هي لو وصلت للمعادلات هيبقى صناعه القنبله الذريه والدراسات الذريه والكلام ده كله هيبقى موضوع سهل جدا بالنسبه لها. طيب نرجع بس لحاجه مهمه قوي. فكره المعادله دي طبعا في حاجات زي السيركترون بتستخدم في اغراض كتيره سلميه، وفي حاجات طبعا لو انت بقى ابتديت معاوز الجهاز النيوترال برضه بس الاكثر تعقيد من كده. السيركترون في فكرته انا عاوز بارت خمر السيركترون الناس فهمت فكرته من سنه 1912 تقريبا. ركزوا. ما اتوجدش في المعامل وابتدى يشتغل من 1930.
طبعا الفتره دي كلها كان ايه المشكله حولها لك؟ انت هتفهم الاول فكره السكيورتي كنترول، وبعدين اقول لك المشكله كانت فين؟ وازاي بقى فورمولا زي دي حلت المشكله؟ ان هو ما كانش واخد في اعتباره ان الناس اثناء الحركه تبتدي انها ايه؟ تتغير. تعال نشوف بعض. تعال نبتدي بالسيكلترون الاول وبعدين نرجع مره ثانيه. انا نطيت بس حته كده في الديسكريبشن هرجع لها تاني. كل السلايدز هتبقى عليك. فكره لما تبتدي في الاخر خالص بتبقى تركيزك ايه؟ قلب. فانا الحاجات اللي كنت مديها او مديها لك وقتها لك، لكن وانت عشان تقدر تقتنع بالحاجه دي عمليه ايه؟ اسهل انك تفهم حاجه جديده. بص يا معلم يعني السيكلترون الغرض منه أكمل. انا عاوز بارتكل اوصله بسرعات عاليه. طب سؤال، هل البارتكل ده عشان اكثر بينا وقت اكثر المفروض الناس بتاعته تبقى تقيله ولا الناس خفيفه؟ يعني انتوا عاوزين كينيتك انرجي جامده ولا لا؟ طيب انا النهارده لو اخدت وقت وسرعتها بأقصى سرعة خبط حضرتك لكن لو جبت غلط تمام؟ عورت صح ولا لا؟ يبقى أنت عاوز هنا كينيتك إنرجي عالية، يبقى عاوز نص ال بي سكوير، الماس تبقى كبيرة والفولوسيتي تبقى عالية. حاجتين يعني هنا عشان تقدر توصل للبارتكل لو خبطته في نواة أو حاجة يعملها مش طبعا صعب. طيب الفكرة هيحصل على البارتكل إزاي؟ عملية الوصول على البارتكل سهلة. بص بقى هو عبارة الجهاز ده عبارة عن 2 دي يعني غرفتين حجرتين كل واحدة منهم على هيئة حرف ايه؟ دي من هنا حرف دي وهنا حرف دي بيجي في النص يعمل تأين لذرات الهيليوم. طبعا تعرفين ذرة الهيليوم هي ذرة هيليوم ولا لا؟ هيليوم فيها 2 بروتون في 2 نيوترون هي برضه ذرة ايه؟ تيل. يعني ما يجيش واحد يقول لي انا هنا هعدل الكترون، هعدل الكترون ازاي؟ الكترون الماس بتاعته قليله حتى لو وريته بسرعات عاليه جدا حتى في الاخر الكينيتيك انرجي بتاعته ضعيف. هو اللي بيحصل كده، هم بيجيبوا ذره الهيليوم يسخنوها جامد جدا فالالكترونز بتاعتها تطير منها تاخد كينيتيك انرجي كافيه وتطير. هتفضل النواه طبعا النواه بوزيتيف تشارج ولا لا؟ بوزيتيف تشارج وهيفي جدا تقيل. السورس ده اللي هيخرج ذرات الهيليوم محطوط الحته دي الفوليوم يعني الدايره الصغيره دي بتطلع لك اتوم من الهيليوم. طب يا ترى معينه ولا طالعه لك الالكترونز بتاعتها؟ لا معينه عشان تبقى بوزيتيف. طيب بص بقى خلينا لو انا جيت ما بين ال 2 دي دول ركز حطيت فرق دول ايه اللي هيحصل؟ ادي بوزيتيف تشارج موجوده حطيت فرق دول تاخد كينيتيك انرجي يبقى سي لو الدين سين انا الدي ده نفترض كانت سالبه والدي دي كانت موجبه يبقى لو خرج من هنا نواه ذره الهيليوم هتجري طبعا جهه مع الفي سليم هتتزاد اخذت انرجي ولا ما اخذتش انرجي؟ اخذت انرجي اللي هتاخدها في البدايه ها كيو فين؟ في في كويس جدا. طيب لو انا عاوز بقى احصل على حاجه مجهوله المفروض فرق الجهد ده يبقى الملايين صح ولا لا؟ انت لو عاوز انرجي عاليه جدا ده لا يمكن تحصل عليه. فيزيكالي اكبر جهد ممكن تواجهه بالاجهزه في حدود ما بين يعني 14 في 4 فولت اللي هو 40 كيلو فولت او 60 كيلو فولت 100 كيلو فولت ده رينج. غير كده هتحصل لك مشاكل كثيره جدا في الجهاز نفسه اللي بيكون معاك. طيب هو هيلعب لعبه بسيطه جدا ال 2 دي دول خلي بالك ال 2 دي دول هيحطوه في ماجنتيك فيه. طيب الكترون جاي كده لا ماجنتيك فيه ده يعمل ايه؟ هيروح يلف صح؟ اما هيجي يلف كده هيلف نص دايره ويرجع للدي تاني ولا لا؟ في اللحظه دي هو قالب البوتنشال اللي على الدي يعني الاول يبقى عامل ده موجب وده ايه؟ سالب كويس؟ اول ما ده ياخد نص دايره اول ما يجي يروح انت عامل ايه في الفرق الجهد؟ قلب. معنى كده ان الفرق الجهد اللي عندك هيبقى حاجه عامله كده مرة موجب مرة ايه؟ ثالث مرة موجب. طيب لو هو قلب لحظة ما هو جاي هيسرعها مرة ثانية فين؟ اتجاه العكس. طيب خلي بالك هياخد سرعة ولا لا؟ طيب هيلف في نفس الدايرة ولا دايرة أربعة؟ زي
صح ولا لا؟ وهو رجع تاني يروح عامل ايه؟ قال يروح مجاوريه من الجهه الثانيه صح ولا لا؟ طب هو خلي بالك هل البريود التايم اللي بيتي ده يتسبب ولا لا؟ دي اللي انا قلتها لكم في الاول هو اما السرعه هتجري هيجي الدايره ايه؟ اكبر لكن نفس البريودك تايم ولا لا؟ يبقى هيجري كده يلف يجري كده الثانيه انفع يفضل يلففه بالمنظر ده طبعا كل بقى مكان الريديوس بتاع السيكلوترون ده كبير الدايمتر بتاعه او الريديوس بتاعه معناها هيلف ايه؟ اكبر يبقى في الاخر خالص هيجي يحاكم يخرجه بره طبعا هيطلع الانرجي ايه؟ مهوله طيب ادي فكره السيكلوترون المفروض قدام واحد فهمه طيب يبقى فكره السيكلوترون ببساطه الماجنتيك فيلد ما بيديش انرجي بيدي انرجي الكتريك فيلد كان منع بالالكتريك فيلد ان انا اديله انرجي الماجنتيك فيلد يرجعه مره ثانيه اقلب الالكتريك فيلد انسب الكلام ده ادي موجود قدامك انا هشرح لك بقى السيكلوترون وبعدين هقول لك المشكله حلو هيبقى ايه؟ ما هو خلي بالك انت بتقول ده معروف لو انا كنت من قبل الليكشر دي وسالت لو السرعه زادت او قبل ما ناخد الكورس هتقول الناس مختار ايه؟ مش لازم كان التفكير بتاعك؟ انت إيه بالمصدر شكرا. خلي بالك يقعد يبقى انت ما قدرتش تفهم ان البوتنشال ديفرنس اللي واصل ما بيني وبينك هل ده فولت ثابت ولا متردد؟ متردد تمام وهحسبه ازاي؟ بصوا بقى ادي دي البريودك تايم بتاعتي طبعا ده الفريكونسي مقلوب الايه؟ البريودك يبقى ده الفريكونسي اللي انا حاطه ده الكيو دي البي ده ال طبعا ده مقلوب البريودك ايه؟ طيب ده الفريكونسي اللي انا حاطه طيب بصوا بقى اللي حصل اللي حصل لما جم يعملوا زي الكنترون كده بعد شويه حصل شرار جوه زي الكنترون والسايكل دي ما تمتش ولا الالكترون تعجل ولا الاسف الالفا بارتكل الغلطه هنا هي بص يا باشمهندس انت مش بعد فتره هيجي سرعات عاليه طيب هل الام دي اللي انت بتعوض بيها تبقى ثابته ولا بتتغير؟ معنى كده ان الفريكونسي لازم ايه؟ طيب يعني ايه الفريكونسي لازم تتغير؟ الدايره الالكترونيه اللي بتشغل لازم كل شويه تبتدي تتغير الفريكونسي عادي. هو في الاول ما كانش فاهم كده هو فاهم ان الفريكونسي ده هيبقى فريكونسي ايه؟ ثابت فاللي حصل كل ما يتعدل اول ما يوصل لسرعات معينه خلاص يجي يرجع للدي قبل ما يوصل للدي يكون الايه؟ الفولتج اتغير يروح عامل له ريتارديشن بعد كده يدخله جوه الفيلد وبعد كده ابتدت طبعا العمليه دي انها تفشل تاني. ابتدوا يعملوا الكلام ده لغايه ما جه واحد اول واحد بقى صمم السيكلوترون بس بقى المره دي عمل ايه؟ اما جه حسب الفريكونسي حسبها بتغير مين؟ المادة فخلى الفريكونسي كل ما الدايره تبتدي تكبر يبتدي يغير نجح السيكلوترون ساعتها واشتغل اول سيكلوترون في العالم سنه 1900 طيب ده تفهمك بقى هنا براكتيكال كيس كانت بتعمل ابتدت التجربه دي ما اتحققتش السيكلوترون ده يشتغل والناس تقدر تعمل المعادلات الا لما اخذت ان تشينج الماس والانرجي والفلوسيتي اللي هي الريليشنز اللي احنا اتكلمنا ايه عليها بص دي ولا لا طب ادي ده الريليشن الموجود ده الفريكونس التقليدي انك بتحط الام دي ثابته لكن هو شال ام دي وكتبها انها ام نود على الجذر بتاع واحد في سكوير ناقص في سكوير اما صمم السيكلوترون بالطريقه دي اشتغل بالطريقه دي مظبوط ادي كيس من الكيسز اللي قدامك خلي بالك ده من اوفن الابلكيشن اللي ابتدت تنطبق بيها النيوكلير فيزكس ليه؟ اول ما عمل المعادله فيقدر يحط ان هو يعرف الحاجات الموجوده جوه ومسيطر عليها ويفهم الاكشن بيتم ازاي على فكره برضه عشان تتغير السيكلوترون ده يعني اللي بيعمل فيه انرجي عاليه الريديوس بتاعه 400 متر هذا ملعب الكوره على فكره ده سيفر بليون دولار يعني تكلفته في حدود 3 مليار دولار حاجات كتير هتيجي تقول المبلغ ده كله ليه؟ لو السيكلوترون ده مش مفرغ من الهواء ايه اللي يحصل؟ طبعا هي بتجري هتخبط وهتقيم هتحصل مشاكل كتيره جدا معنى كده انتم متخيلين مساحه ضخمه زي دي كده لازم تتقيم تماما من الهواء، حاجه ثانيه انت لو فكرت فيها الماجنتيك فيلد لازم يبقى يونيفورم ولا لا؟ طبعا تخيل بقى مساحه ضخمه زي دي عاوز تولد فيها كل الماجنتيك فيلد لازم يبقى يونيفورم، حاجه ثانيه السيركت بتاعتك هل الكومبوننت اللي بتتصنع بيها الفريكونسي لو
لو حصل فيها خطأ ولو 1 ملي سكند او 1 مايكرو سكند هتبوظ الدايره ولا لا؟ كل الكلام ده طبعا على الاحجام الضخمه دي جدا عشان توصل للهالج المقبوله. هو عامه اكبر سيكتون اعتقد موجود في مدينه كورنوب في فرنسا. هو تقريبا بيقول لك فعلا الريديوس بتاعه 400 متر. قال ان ده يعني لف بارتكل 400 متر طبعا الريديوس هتبقى الهالج بتاعته مجهوله. ادي اول بارت كنا عاوزين ناخده في النهارده. طيب حاجه ثانيه بقى. حسب الحاله دي الكويشن اللي هنحطها تحديا يعني تقريبا الحضره اللي جايه اول 10 دقائق هنكمل الكويشن ده وهنبتدي على طول نتكلم في الحاجات الثانيه. باشمهندس يعني الريتشن والبلاك هولز هشرحها لك بس بعد ما اشرح الفوتو الكتريك يعني الظاهره بتاعت الريتشن والبلاك هولز هشرحها لك بس بعد الفوتو الكتريك نكمل مع بعض بس حته مهمه. بصوا انا هنا كنت وصلت لك في العلاقه اللي هي دي واحده بس هحاول لك رياضيا ممكن اجيبها ازاي. باشمهندسين يا باشمهندس انا اثبت لك هنا ان كينيتيك انرجي هي ان سي سكوير ماينس ان نوت سي سكوير. انا جبتها لك باللوجيك كده واحنا بادئين تقييم الانرجي وبعدين زودتها. انا هوريها لك بالرياضه ممكن توصل لها زي نفس الفورمولا الصفر. وبعد كده طبعا ده برضه عشان مزيد من الساتسفاكشن انك انت تقدر توصل لحاجه اكثر. باشمهندس ركز بس كويس معايا هنا عشان العلاقه ده وانا بشتغلها فيها التكامل. ارجوك اي حاجه في التكامل والتفاضل لو انا عديتها تاكد انك هتعرف. لو في اي زي ما هتخش جوه الكوانتم ميكانكس تريكي كده في التكامل ولا حاجه لازم هقف وهوريك. انا طبعا هنا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان كتير منكم جدا وانا باخد خطوه التكامل هو قاعد مركز قوي على التكامل ازاي تمام. لا كمل معايا عشان المعنى ما يروحش ايه منك. وبعد كده الرياضه تاكد انها ستريت فورورد يعني مباشر. بص كده يا اولا انا عاوز اثبت لك العلاقه ما بين الماس والانرجي بطريقه اكثر يعني بالنسبه لك روبست اكثر يعني او بالنسبه لك تبقى منطقيه. بص اولا لو انا كتبت قانون نيوتن اف بيساوي دي ام في باي دي وبعدين حطيت الام الام نوت جذر واحد ناقص بي سكوير على اس طبعا انا بس مجرد هنا فضلت المعادله يعني هنا بالنسبه للدي ممكن جدا انك تبقى تفضلها بالنسبه للدي وتضرب في دي في باي دي مش مشكله. انا وصلت للفورمولا اللي هي في مجرد السؤال بس هنا من بره هل الفورس كده فيها اي نسبه خطا في الحساب؟ فهمني بس ولا الفورس كده مظبوطه 100%؟ مظبوطه 100% ليه؟ اولا اخذتها انا ريت اوف تشينج اوف مومنتم وجيت في المومنتم ما افترضتش ان الماس ثابت افترضت ان ممكن مع سرعات الماس بتاعتك تتغير. يبقى معنى كده ان الفورس بهذا الشكل مظبوطه وما فيهاش اي ايه؟ مشكله. طيب لو اعتبرت ان انا عندي بارتكل وهاثر عليه بفورس ركيز ومفيش اي حاجه اخرى هتؤثر على البارتكل زي ايه؟ ما عنديش فريكشن. ما عنديش ان البارتكل ده هيحتاج يعمل حراره او مصدر حراره هياثر عليه او ايه؟ معنى كده ان الورك يتحول الى ايه؟ كينيتيك انرجي صح ولا لا؟ يعني دلوقتي لو انت ما عندكش جرافيتي انت لو جيت تزق جسم طبعا وانت بتعمل مجهود بتعمل مجهود ضد الجرافيتي. طب لو ما فيش جرافيتي يبقى ما فيش مجهود رايح انك تتحول الى بوتنشال انرجي. معنى كده لو عندي فورس اثر على جسم والجسم ده ما فيش اي فيلد تاني بيأثر عليه لازم الورك ده يتحول الى كينيتيك انرجي. ده انا فرض فرض معاك في البدايه ان ما فيش اي تاثير او اي حاجه الا فقط الايه؟ يعني مفيش فيلد تاني معنى كده ان التوتال انرجي بتاعتك هتتحول الى كينيتيك. واحد منكم هيجي يقول لي طب ما ده عكس الحاجه، احنا لما نكون على الارض هيبقى في بوتنشال انرجي هيبقى في ايه؟ كينيتيك. انا هجيب لك بالارقام وهخلي لك جسم يجري بسرعات عاليه وهوري لك بعد كده تحسب البوتنشال انرجي واحسب الكينيتيك ايه؟ انرجي. لو قدرت تحط الارقام جنب بعضها هتجد دايما البوتنشال انرجي مهمل تماما بالنسبه لكينيتيك.
هتلاقي الابروكسيميشن اللي عامله ده اكتر يعني الكيسز واقعيه انك انت دايما تهمل اي حاجه الا البوتنشال ايه؟ طب تعالوا هنفترض ان الفورس ده هيأثر على الجسم والجسم ده هيتحرك من سكون وهيبتدي يجري بسرعاته وانا عاوز احسب الورك او عاوز احسب هذه الكينيتيك ايه؟ انرجي. طيب هبتدي اكتب بسرعه هقول ان الكينيتيك انرجي عندي هتبقى الفورس ديستنس ده الورك انا هتحرك سي الزيرو الى اكس. طيب انا هاخد المعادله بتاعت الفورس من الفاتح ادي تي اكس. طيب واضح انك انت عندك ايه؟ التغير اللي كان هنا في الاكس اصبح تغير في مين؟ فين؟ في مين؟ لو وصلت للاكسبريشن هبص اهي اجي عندك هنا ادي الفورس وادي تي اكس دي اكس باي دي تي دي ممكن تكتبها انا ايه؟ بي. معنى كده ان التشينج عندك اتحول الى ايه؟ من التشينج في الاكس الى تشينج فين؟ انت في البدايه عند زيرو كان سرعتك صفر عند اي اكس معين سرعتك اعمل الانتجريشن كامل التكامل ده هتوصل للاكسبريشن هتوصل للاكسبريشن ده بتاع التكامل ام نوت على 1 ناقص بي سكوير على سي سكوير ممكن اشيل دي كلها واكتبها يعني ام والجزء ده هو مين؟ ام نوت سي سكوير يبقى ممكن اكتب كده فعلا ان الكينيتيك انرجي هي عباره عن مين؟ ام سي سكوير ماينس مين؟ ام نوت سي ده نفس الاكسبريشن اللي احنا وصلنا له قبل كده ولا بس المره دي بقى انا وصلت لك بالديفينيشن اللي انت متقبل دايما بتقول ان الكينيتيك انرجي او الورك كونفيرتد تو كينيتيك ايه؟ انرجي فانا مشيتها لك بالطريقه اللي انت عاوزها ادي الكينيتيك انرجي ادي تكامل الفورس دي اكس لغايه ما وصلت لك فعلا ان الكينيتيك انرجي بيساوي ايه؟ طيب خلي بالك بقى من فضلك بعض الاسماء عشان ما تغلطش في اي مساله اتفضل يعني زي ما بقول لك هنا بقى مسائل المودل كلها 0 و1 يعني مساله صغيره جدا لو غلطت ما بين الام او ام نون او غيره هتلاقي المساله كلها طبعا طب بص اتفضل بس كاسماء الاي نون ده بنسميها الريست ماس ان الام نون بنسميها الريست ماس ام اللي هي بالشكل ده بنسميها ريلاتيفستك ايه؟ ماس اللي هي الماس وهي واخده في اعتبارها تغير الايه؟ الصفر خلي بالكم عشان الهدر بتاع المثال يقول لك الريلاتيفستك ماس يبقى يقصد الام يقول لك ريست ماس انرجي او ريست ماس بس تبقى عارف هو بيقصد. طيب خدوا من فضلكم بقى خطوره الناس لو كانت ابتدت عندها اجسام بتتحرك بسرعات عاليه وهي ما خدتش بالها انها تقسم الكينيتيك انرجي بطريقه ايه؟ مفروض خدوا من فضلكم الفورمولا دي كنت هتحس هنا بالمشاكل. بصوا الكينيتيك انرجي اللي بالشكل ده او الكيرف الاحمر دي الكينيتيك انرجي التقليديه اللي انت كنت بتحسبها انها نص ام نود ايه؟ في سكوير الاثنين مرسومين ادي الكينيتيك انرجي وادي السرعه. بصوا من فضلك كده على الكيرفين عند السرعات القليله هل في فرق ولا الاثنين تساوي؟ الاثنين تساوي ده اللي احنا قلناه ان نفس الاكسبريشن ده هيقول الى نص ام بي اسكوير. لكن تعالوا بقى شوفوا الكارثه لو السرعات ابتدت اللي هتعمل بصوا كده لو واحد سي بيتكلم على جسم بيجري في 0.6 بسرعه الضوء او 0.6 لو انت شغال كلاسيكال هتبقى الكينيتيك انرجي بتاعتك لو انت شغال ريلاتيفستك ريليشنز هتبقى الكينيتيك انرجي. واضح بقى ان الخطر الكبير هيحصل لو الجسم ماشي بسرعات هو ده اللي انا كنت عاوزه انتوا كتير جدا منكم كل ما كنتوا بتحسبوه بسرعات قليله صحيح لكن الخطوره لو ابتديت اتكلم على الالكترون جوه السوليد الالكترون جوه السوليد بتجري بسرعات عاليه جدا فلو انت حسبت لي الكينيتيك انرجي نص ال بي سكوير هتحسب حاجه هنا بوينت في حين انها المفروض كانت تبقى بوينت 8 طبعا ما بين بوينت وبوينت 8 انت بتتكلم على خطا اربع اضعاف انك تقدر تكون بتتكلم على حسبه وتقدر حسبه واحده بس تغلط 400% من الحسابات بتاعتك طبعا دي هتبقى طيب دلوقتي نعمل بس كونكلوجن بقى اللي احنا وصلنا له كده من الاول وبعدين ان شاء الله المره اللي جايه هبتدي اكمل الجزء ده يمكن هبعت لك بروبلم سيت بقى تبتدي انك انت ايه تحل لو سمحت من فضلك البروبلم سيت اللي هبعتها لك
اول بروبلم سيت انت عندك بروبلم جوه ال سلايد. انا كاتب لك المساله وكاتب لك الانسر بتاعتها. المسائل اللي في الاول دي اخطائك معظمها بيبقى في تحويل الالكترون فولت والجول والكلام ده. فمن فضلكم يا ريت تعملوا تتاكدوا ان الفاينل انسر بيطلع مظبوط. الخطوه دي لو حلتها يبقى بعد كده ما عندكش مشكله من ناحيه اليونت. يبقى بعد كده انت المشكله لو انت فهمتش المساله بطريقه مظبوطه. لكن هي طبعا لو اليونت طيرها لك كل المالتيبل تشويس بتتغير معاكم بالظبط شديد لو رضا بالتحديد. طيب دي حاجه. حاجه ثانيه بقى دلوقتي سؤال جميل. يا ترى امتى استخدم الاولد ميكانكس وامتى استخدم المودرن؟ شوفوا بقى هنتزعل لو السرعه 0.1 من السي يعني السرعه اللي بتجي اقل من 0.1 سي استخدم دايما الايه؟ الكلاسيك اللي هي ام نود استخدم نص ان دي ايه؟ سكوير. لكن لو السرعه بدات تعدي 0.1 سي استخدم على طول الايه؟ الريلاتيفستك اللي موجود عندك ما تستخدمش في الحاله دي اللي هي كلاسيكال فيزكس. يبقى دي الكونكلوجن اللي احنا عاوزينه. امتى ابتدي استخدم الكلاسيكال وامتى استخدم النودل؟ لو عندك في اقل من 0.1 طبعا اقل من 0.1 كل الميكانيكا اللي انت درستوها اقل من 0.1 يعني كل اللي انت درسته بالظبط دلوقتي سليم. لكن في كيس بقى جيت قلت لك عندك الكترون ابتديت ان انا احط له فرق جهد لدرجه انه وصلت 0.3 0.4 اوعى تستخدم الريليشنز القديمه. لازم تستخدم الكاتيتك هنا تستخدم التوتال هنا تستخدم الحاجات دي بالقوانين اللي احنا اتفقناها. انا عارف اول مره انت مستغربه شويه انك انت حل مسالتين او حاجه ما الكلام ده.